بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. عدنا بعد غياب العشر الاوائل من ذي الحجه، اول لقاء ليا معاكم بعد العشر الاوائل من ذي الحجه. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرمكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم. ولقاء جديد بعد ما خلصت الايام الجميله وابتدى الصيف وابتدت الاجازات، فبسلم عليكم وبطمن عليكم وطالع معاكم اهو، ولسه مخلص رياضه، فيعني لسه الجو يعني جري وابتدى الصيف. انا الحقيقه النهارده وانا بادي معاكم، اولا بسلم عليكم جدا جدا جدا، كل سنه وانتم طيبين. الفكره النهارده كلها اللي انا جاي اشرحها لكم برنامج عبادي روحي في الصيف. ابتدى الصيف وابتدت الايام الحلوه الجميله، ويعني انا يعني مبسوط ان انا بلتقي معاكم بشكل دوري، وان احنا موجودين مع بعض دايما. انا بصور قبل المغرب مفيش بعشر دقايق، وورايا البحر زي ما انتم شايفين، وخلاص لحظات الغروب الجميلة. كنت بقول الأذكار وبعدين طلعت معاكم أسلم عليكم، وحنتقابل نفس طريقتنا كل يوم ثلاث بالليل في هذا الوقت، وأسلم عليكم وأجاوب على أسئلتكم. إيه الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة؟ الموضوع اللي أنا عايز أحبك الله. الله يبارك لك يا رب عفاف، شكرا يا عفاف، الله يرضى عنك ويبارك لك يا رب. انا بقرا بس الحاجات اللي انتوا بتبعتوها كده على ما ندخل في الموضوع. ربنا يبارك لكم ويحفظكم، شكرا على الدعاء يا غاده، الف شكر، شكرا لكم جميعا على هذا الدعاء. الله يحفظكم ويرضى عنكم ويبارك لكم يا رب. عايز اقول لكم حاجه جميله جدا. انا في يوم عرفه طلبت منكم تدعوا لي، فاكرين حاجه زي كده؟ قلت ادعوا لي ربنا يفتح عليا في مشروع الاحسان فتحي كبير، وادعوا لي بالرزق الواسع، وادعوا لاولادي، وادعوا كتفي عشان انا غاوي رياضه وراكت وبادل وتنس وحاجات زي كده، فادعوا لي ربنا يشفي كتفي، وكان عندي الم شديد وكنت واخد حقنه بقى وحاجات زي كده. والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يا رب دمها يا رب يا رب. انا من العيد للنهارده اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، زيرو الم. يعني انا كنتش بقدر اعمل كده عشان كل لعب الراكت والتنس كله كده، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، بركه دعاكم واستمروا ادعوا لي يعني. الحمد لله زيرو الم، اللهم لك الحمد والشكر. هقول لكم حاجه عجيبه جدا، ربنا سبحانه وتعالى عمر ما كان عندي الم في حاجه في جسمي، اللهم لك الحمد، ودعيته بتوسل الا سبحانه وتعالى ازال الالم ولو بعد حين. ما اقصدش الامراض، يعني اقصد الحاجات العارضه نتيجه ان انا بلعب الحمد لله رياضه على طول، ففي اصابات بتيجي كده توقفك، يا رب يا رب اذهب عني كذا، يا رب اذهب عني كذا، نتيجه الكتابه وان انا على طول التحضير ببقى موطي راسي فيجي لي ساعه الم في الرقبه. الدعاء ده يا جماعه، والله مره امي بتقول لي، انا ابويا دكتور، فبتقول له مش عارف في حاجه بتوجعني، فهو بيقول لها طب خدتي دواء كذا؟ فانا والله اوتوماتيكلي، وانا طبعا باخد ادويه وابويا دكتور وكل الكلام ده، قلت لها طب انت بتدعي؟ حتى انا قلت لها بتلقائيه كده من غير ما هي، انت بتدعي انك تخفي من الحكايه دي؟ ممكن تدعي بيها كتير؟ فانا والله بقول لكم الحكايه دي، اي حد يكون في حاجه بتوجعه ويبدا يدعي فيها على طول في صلاته ويقول للناس ادعوا لي دي تخف، والله والله سبحان الله انا شفت العجب في الحكايه دي، ازاي انها تروح كانها ما كانتش موجوده، والاطباء يقولوا ما يقولوه وتروح كانها ما كانتش موجوده. المهم الموضوع اللي انا جاي اكلمكم فيه النهارده واعرضه عليكم واحكيه لكم، هو مساله جميله جدا، برنامج عبادي روحي في الصيف. ايه برنامج عبادي روحي في الصيف؟ يعني ازاي برنامج عبادي روحي في الصيف وهنعمله ازاي؟ الفكره كلها يا جماعه ان احنا بنتعامل مع الصيف على ان احنا خلصنا عباده ونفسنا نعبد بس مش قادرين، وفي نفس الوقت بقى الصيف بقى والخروج والرياضه والبحر والفسح وصيف. طب ازاي اجمع بين ان انا اعمل العباده وتبقى سهله عليا جدا، وفي نفس الوقت ما احسش ان انا
دايس على نفسي وفي نفس الوقت انا مستمتع بالصيف. اما انا بعمل حته فكره وجاي احكي لكم. والفكره دي انا جربتها مع نفسي وماشي بيها الصيف ده ومبسوط بيها جدا 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 ومريحاني في الذكر في الذكر وفي العباده جدا جدا جدا. ايه الفكره كلها؟ ايه البرنامج العبادي؟ ساعه في اليوم، ساعه في اليوم. الساعه دي لها طبيعه معينه، ساعه رياضه، هي رياضه، هي رياضه اهو انا بكلمكم. وانا يا اما تعملها بقى بعد الفجر يا اما مش قادر بعد الفجر تعبان وعايز انام، تعملها قبل الغروب زي ما انا دلوقتي مخلصها وطالع معاكم. الساعه دي عباره عن ايه؟ الساعه دي متقسمه تلات تلات، تلت تلت تلت. التلت الاولاني مشي ومعاك سبحه، والسبحه دي بتقول فيها الورد بتاعك. فانت ماشي، ويا سلام طبعا ماشي في مكان كويس، لان انت او ماشي في مكان فاضي او ماشي في مكان لطيف، لانك بتمشي، لانك هتجري، لان دي ساعه رياضه. فالسبحه بقت سهله، وبالعكس ده انت بتقلل الوقت، لان ساعات وانت بتمشي بتزهق، فانت مش هتزهق لان انت بتذكر. فالذكر بقى سهل والرياضه بقت سهله، فانت عملت اتنين في واحد. فالتلت ساعه الاولاني خلصت ورد الذكر وخلصته حلو بتامل مع ايه؟ مع المشي. التلت ساعه التاني مشي، بس وانت بتمشي بتخطط حياتك، مستقبلك، بتتامل في الكون، بتتامل في عظمه ربنا في خلق الكون، عايش مع الله. فالتلت الاولاني ذكر مشي، التلت التاني تامل او تخطيط مشي، فاضل ايه؟ فاضل تلت ساعه جري. جري لان هتعمل رياضه حلوه، وتلت ساعه مش كتير، واخر تلت ساعه وخلاص ونقفل الساعه كلها. بس التلت ساعه بتاعت الجري هتعمل معاها حاجه جميله جدا، هتتمتم بادعيه نفسك فيها. هو انا ينفع اتمتم بادعيه وانا بجري؟ انا بحكي لك تجربتي، انا بعمل كده كل يوم. النهارده لسه مخلص، لسه مخلص. تجري وبتقول ايه؟ يا رب اكرمني في الموضوع الفلاني، يا رب اكرمني، يا رب اكرمني، يا رب اكرمني. هو ده ينفع الاتنين مع بعض؟ وانا بحكي لك انا وبحس ان انا بلح في الدعاء، لان انا ما بجريش بسرعه بقى، اللي هو بجري بسرعه بسيطه بس عايش مع الله. خلصت الساعه، انت متخيل الساعه دي انت عملت فيها ايه؟ انت عملت فيها ذكر لله، وعملت فيها تامل في خلق الله، وعملت فيها دعاء، تلات عبادات كبيره كبيره من ثوابت اليوم. ومشيت وجريت وجمعت الرياضه مع الذكر في بوتقه واحده. ايه الجمال ده؟ وايه الحلاوه دي؟ وايه السهوله دي؟ ممكن تجرب الفكره دي يوميا ساعه. اما جميله بشكل، اما مريحه نفسيا بشكل، اما بتطلع الطاقه اللي جواك بشكل، اما الذكر كده بقى سهل بشكل، والعباده بقت سهله بشكل، والدعاء بقى جميل، والدعاء متواصل يوميا، وما ابتعدتش عن ربنا بقى بعد رمضان وبعد العشر الاوائل من ذي الحجه. انت في قلب العباده، انت ما زلت موصول مع الله، بس بطريقه لطيفه بتستفيد من طبيعه الصيف وبتحافظ على عبادتك. والمشي جميل، تمشي بقى على البحر، تمشي مش عارف فين، تجري على البحر، تجري فين، المهم ان انت محافظ على الطريقة العبادية الجميلة دي مع الرياضة. طبعا انا بحكي لكم الحكاية دي لان انا لسه مخلصها ومستمتع بيها، والله من اجمل الصيفيات الصيفية دي بالطريقة اللي انا ماشي بيها دي، على البحر، على الرمل، في النادي، في الشارع. المهم ان انت عندك ساعة منهم تلت جري مع تمتمه بالدعاء. تقول لي انا ما بعرفش اجري وانا بدعي، انا مش عارف اللي انت بتقوله ده. خلاص انت حر، ممكن تخلي التلت التاني اللي هو فيه التامل هو تلت الدعاء. يعني ممكن تعملها كده، التلت الاولاني ذكر، التلت التاني اللي هو المشي دعاء وانت بتمشي. خلصت تلتين ساعه، خلصت 40 دقيقه طاروا هوا، فاضل ايه؟ تلت ساعه جري بقى عشان تعرق كده، وعلشان برضو الصحه، وعشان النفسيه، وعلشان وعلشان وعلشان. بقترح عليكم الجدول العبادي الروحي الرياضي ده، ان شاء الله يكون حاجه جميله. يا رب اكون فدتكم. وانا الحقيقه ما بقولكوش حاجه لما اكون جربتها، ودي طريقه جديده في بقى لها 5 سنين في تعاملي معاكم، ان انا ما اتكلمش على منازل الروح ولا على الاحسان ولا على الذكر الا لما اكون عايشه. والحكايه دي مفرحاني قوي، لاني ببقى بتكلم من قلبي، لاني بكون دقت اللي انا بقوله لكم، فحاسس بيه قوي، فحمود واوصله لكم. بالله عليكم جربوا البرنامج العبادي دي، جربوا الساعه دي وشوفوا حلاوتها. شكرا لكم جدا، واشوفكم على خير. وشكرا للناس اللي كاتبه الكلام الجميل، انت نعمه ورزق من السماء. الله يبارك لك يا رب، دي كلمه غاليه، كلمه غاليه. يا رب يجعلني كذلك نعمه ورزق من السماء، يا رب يرضى عننا ربنا ويتقبل مننا. ادعوا لي معاكم واشوفكم على خير، وفكره جديده هقولها لكم الثلاث الجاي، كل يوم ثلاث ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.